مساء الخير، اليوم إن شاء الله راح نكمل في مادة المناعة الشابتر الرابع اللي بيحكي عن الإميونوجين والأنتيجين، وبهذا الشابتر إن شاء الله راح تقدروا تميزوا بين الإميونوجين ومصطلحها والأنتيجين والمصطلح تبعها، لأنه في بعض الاختلافات بشكل بسيط وفي كتير طلاب بينسوا أو بيبطلوا يميزوا بين الإميونوجين والأنتيجين. أول شيء هنحكي فيه هو الانتيجين. الانتيجين هو اني ايجنت سواء سبستنس او موليكيول ماده او جزيء capable of binding specifically to component of the immune response lymphocyte. شو اي ماده قابله لانها ترتبط مع الكومبوننت التركيب للاميون سيل زي الليمفوسايت التي سيل ريسبتورز والانتي بودي اللي بتنتجها خلايا دم البي سيلز بي سيل ريسبتورز ميجر هيستو كومباتيبلتي كومبلكس كمان خلينا نحكي الكومبلكس الموجود على كل انواع الخلايا اللي بتكون سيل سيل but they are incapable of inducing an immune response. شو يعني incapable؟ يعني غير قادره على انها تحفز من الاستجابه المناعيه ل او انها تطلع الاستجابه المناعيه وتحفزها بالنسبه لخلايا الدم البيضاء. don't او do not necessarily induction inducing an immune response. تمام، فهذا اللي بيميز الانتيجين انه صح هي ماده كيميائيه ممكن ترتبط مع مكونات او مع نواتج جهاز المناعه بس بنفس الوقت مش هي اللي بتعمل انديوسنج للريسبونس اوف اميون. تمام، ما هي اللي بتعمل استجابه. نيجي للاميونوجين. الاميونوجين هو اني ايجنت كابابل اوف انديوسنج ان اميون ريسبونس. شو مكان مكونه او شو مكان تركيبه الكيميائي اذا كان قادر على انه يعمل انديوسنج للاميون ريسبونس. شو يعني انديوسنج؟ يعني يحفز جهاز المناعه على انه الخلايا المناعيه تبلش انها تشتغل، تهاجم، تعمل ماكرو فاجوسايتوسيس، تنتج انتي بودي، تنتج سايتوكاينز. هذا الحكي بنسميه او هذا المكون بنسميه اميونوجين. بينما الانتيجين اوريدي هو موجود، طب ماشي موجود في الهاي بالدم وقادر انه يرتبط مع جهاز المناعه او مكونات جهاز المناعه، بس بنفس الوقت لو ارتبط ما بيعمل اميون ريسبونس بنسميه انتيجين. الاميونوجين اي ماده تقدر تعمل انديوسنج للاميون ريسبونس او بروفوك ان اميون ريسبونس، يعني بتحفز على انه الاستجابه المناعيه تبلش. An immunogen is able to induce an immune response. هلا هاي نفس الكلمة اللي فوق أو الجملة اللي فوق. Whereas an antigen is able to combine, just combine with the product of immune response. يعني مين بيعمل initiating أو initiation of immune response؟ الإميونوجين. مين قادر إنه يرتبط مع المواد product of immune response، المواد المنتجة من المناعة أو جهاز المناعة والاستجابة المناعية؟ الأنتيجين. All immunogens are antigens, but not all antigens need to be immunogens. هاي بيحكي لنا هاي قاعدة إنه كل immunogen نعتبره antigen، لأنه أصلاً الإميونوجين ما قدر يعمل immune response إلا لما عمل ارتباط مع جهاز المناعة. بس مش كل مادة ارتبطت مع مكونات جهاز المناعة عملت immune response. زي الانتيجين اللي حكينا عنه انه هو صح بيرتبط في البرودكت اوف اميون ريسبونس but it is incapable isn't capable to induce the immune response. low molecular weight compounds such as antibodies and drugs هدول شو بيكونوا هم نفسهم مش اميون ريسبونس او ما بيعملوا اميون ريسبونس، بس لما يصيروا يرتبطوا مع مواد ثانية بيعملوا اميون ريسبونس. low molecular weight compounds such as antibiotics والدراجز هدول بعض المواد زي الأدوية والأنتيبيوتكس لحالهم ما بيقدروا يعملوا immune response، فبيرتبطوا على كارير بروتين فبيكبر حجمهم أو ببين حجمهم كبير، بالتالي جهاز المناعة بيقدر يتعرف عليهم على أساس إنهم immunogen. تمام، وهلا هنحكي عنها في موضوع الهابتن. immunogen هو any substance capable of inducing an immune response. الانتيجين any agent capable of binding specifically to components of immune system. all immunogens are antigen but not all antigens are immunogen. هاي قاعدة لازم تحفظوها. هلا في عندنا مصطلحين لازم تحفظوا الاميونوجينيسيتي والانتيجينيسيتي كيف السبيلنج تبعها عشان ممكن تجيكم بالامتحان انه انتم تكتبوا بالفراغ، املأوا الفراغ. فالاميونوجينيسيتي is the capacity of compound to induce an immune response، مدى سعة هذا المادة أو هاي المادة لأنها تزيد أو تعمل immune response استجابة مناعية. كيف يعني؟ لو بنشبهها زي طالبين، طالب
هادي وما بيعمل أي إزعاج، فالأستاذ ما بيعمل له أي مشكلة. وطالب تاني مشكلجي ودايما صوته طالع ودايما صراخه عالي فبسبب مشكلة. هلا الاثنين عندهم كباسيتي للإزعاج، بس هذا كانت كمية إزعاجه قليلة والطالب الثاني إزعاجه كتير. نفس الشيء الإميونوجين، الإميونوجين في بعض الإميونوجين أوكي بتعمل إميون ريسبونس ولكن على قدها، بينما في بعض الإميونوجين مواد كيميائية أو مركبات كيميائية بس تفوت على جسم الإنسان بتعمل هاي إميون ريسبونس أو بتخلي جهاز المناعة على قدم وساق. فالإميونوجينيسيتي هي قد ايه الكباسيتي اوف كومباوند ليقدر يعمل الاميون ريسبونس. نيجي للمصطلح الثاني اللي هو الانتيجينيسيتي، its ability of compound to combine or bind specifically with the final product of immune response. الانتيجينيسيتي مدى قدرة هذه المادة الموجودة في الدم أو الموجودة في جسم الإنسان إنها ترتبط مع الفاينل برودكت أوف إميون ريسبونس، يعني بعد ما حفزنا جهاز المناعة بالإميونوجين المناعة أنتجت أو جهاز المناعة أنتج مواد شو ما كانت زي ما قلنا أنتي بودي سايتوكاينز اللي هو الانتيجين او الانتيجينيسيتي، مدى قدرة الانتيجين على انه يرتبط سبيسيفيكلي يعني بشكل محدد بس بهذا الفاينل برودكت من الاميون ريسبونس زي الانتي بودي والسيرفيس ريسبتور اون تي سيلز. هلا اهم الاشياء اللي بتساعد او اللي بتحدد شو هي الاميونوجينيسيتي وقد ايه الكباسيتي تبعتها، اول شيء الفورجنس او الغرابة، قد ايه مدى غرابة المادة اللي دخلت على جسمنا اللي عملت inducing للإميون ريسبونس. The more foreign the substances the more immunogenic it is. كل ما زاد عنا غرابة المادة اللي عم بتفوت علينا as immunogen كل ما زادت عنا الإميونوجينيسيتي، يعني زاد عنا الريسبونس. زي لما يفوت عنا مثلا سم معين لداخل جسم الإنسان، مش زي لما يفوت عنا حبوب لقاح. حبوب اللقاح ممكن الجسم المناعة تتعامل معها بشكل عادي، ممكن حتى تعمل لها ignoring إلها، بينما سم يفوت على جسم الإنسان ممكن يعمل لنا high immune response. The albumin isolated from the serum of rabbit، لما جابوا سيرم من أرنوب معين أرنب and injected back into the same rabbit، يعني سحبوا سيرم ورجعوا على نفس الأرنب مش جابوا أرنب تاني، فما عمل أي immune response لأنه already شو عليه السيرم فيه خلايا السيرم هاي فيه مواد والمواد هاي لنفس الارنب اللي اخذوه منها، فما صار عندنا اي immune response. exception في عندنا compounds that are part of self are not immunogenic but in some cases an individual mount an immune response against his or her own tissues. في بعض احيان او في بعض الحالات المرضيه اللي بنسميها الاوتو immune disease او امراض المناعه الذاتيه، جسم الكائن الحي خلايا المناعة تبعته اللي المفروض تدافع عن خلايا السلف سيل عم بتهاجمها وبتقتلها زي كأنها قلبت ضدها، فهذا طبعا مشكلة وأمراض خطيرة بتعمل هذا الحكي ومنسميهم مجموعة الإميون أو الأوتو أميون ديزيز. تمام؟ الشيء الثاني المهم في الاميونوجينيسيتي الهاي مولكيولر ويت او الوزن الجزيئي، كل ما زاد عندنا الوزن الجزيئي كل ما كانت الاميونوجينيسيتي عاليه، فهي شو دايركت بروبورشنال يعني علاقه طرديه بين المولكيولر ويت والاميونوجينيسيتي، كل ما زادت الهاي مولكيولر ويت او كل ما زاد المولكيولر ويت بتزيد الاميونوجينيسيتي. هلا قسموهم لثلاث اقسام، الكومباوند اللي المولكيولر ويت تبعته اقل من 1000 دالتون مثل البنسلين والاسبرين يعني مواد مثل الادويه بيكونوا نوت اميونوجينيك ما بيحفزوا الاميون ريسبونس. طب كيف البنسلين او البنسلين بيحفز؟ البنسلين بيرتبط على كارير بروتين فبيكبر حجمه او بيزيد المولكيولر ويت تبعه وبيعمل اميونوجينيك ريسبونس. تمام؟ الكومباوند ذات هاف مولكيولر ويت بين ال 1000 و 6000 دالتون مثل الانسولين الهرمون may or may not immunogenic، ممكن يكون immunogenic وممكن micro immunogenic. الكومباوندز that have molecular weight greater than 6000 دالتون مثل الالبومين تيتانوس توكسن، التيتانوس توكسن مين بينتجه؟ بكتيريا مسميها كولستريديوم تيتاني، وهاي الكولستريديوم تيتاني بس تنتج هذا النوع من التوكسن هو المولكيولر ويت تبعتهم عالية أكثر من 6000 دالتون فبالتالي بتكون highly immunogenic. تمام؟ الكيميكال كومبلكسيتي اللي هي مدى التعقيد الكيميائي للمركب.
هلا في عنا شيء بنسميه الهومو بوليمرز اوف امينو اسيد، عباره عن بوليمر اوف لايسين مثلا زي مثال عليه. طبعا الوزن الجزيئي تبعه 3000. It's not immunogenic. Although of high molecular weight, it is not sufficiently chemical complexes to be immunogenic. شو معناها؟ بقول لك مش شرط اذا كان 30000، سوري مش 3000، 30000. مش شرط اذا كان بس هاي مولكيولر ويت انه يكون هايلي اميونوجينيك، لازم يكون هاي مولكيولر ويت وهاي كومبلكسيتي او هاي كيميكال كومبلكسيتي، يكون معقد كيميائي بشكل كبير. كل ما زاد التعقيد الكيميائي للمركب او للبروتين كل ما كان اكثر اميونوجينيك. فهي كمان الكيميكال كومبلكسيتي علاقتها دايركت بروبورشنال او تربيه مع الاميونوجينيسيتي. An increase in chemical complexity of a compound is accompanied by increase of its immunogenicity. زي ما فهمتكم كل ما زادت الـ chemical complexity بيزيد عندنا الـ immunogenicity. Thus copolymers of several amino acids become highly immunogenic. Copolymers يعني هي already في polymers للبروتين المكون، وبيجي اشي مادة تانية معها بتشاركه او بتزيد الـ complexity لانها ارتبطت معها، فبصير highly immunogenic. زي عندنا البروتين هذا، هاي هون primary structure amino acid مع amino acid، لما نصار له secondary structure يا اما بصير له الفا هيليكس او بصير له بيتا شيت اللي هي بتصير بليتا بليتد شيت شكلها زي الطي المطوية، التيرشري structure بلشت تتعقد اكتر، وبالاخير بصير عندنا الكواترنري structure اللي بصير عندنا انه اكتر من بوليبيبتايد بترتبط مع بعضها البعض. تمام؟ طبعا هذا اكتر اشي بيكون immunogenic، وطبعا بيكون هاي مولكيولر ويت، فبالتالي بتكون الاميونوجينيسيتي تبعته عاليه. الاشي الرابع اللي بيهمنا بالاميونوجينيسيتي الديجريدابيليتي. شو يعني الديجريدابيليتي؟ تتذكروا لما حكينا عن خلايا بنسميها الانتيجين بريزنتنج سيل، هاي الخلايا شو بتعمل؟ حكيناها وهنعيدها. الانتيجين بريزنتنج سيل بس يكون عندها ماده معينه، اميونوجين معين او ماده كيميائيه معينه غريبه عليها، ابتلعتها وعملت على السطح تبعها لنفس الخليه الباليه اللي ابتلعت الاميونوجين، بتحط على السطح تبعها انه اشارات مناداه لخلايا التي لينفوسايت. ليش؟ عشان التي لينفوسايت تيجي وتفهم شو هذا الماده الجديده اللي داخله على الجسم وتنتج لها ماده ضدها وتقضي عليها. هاي فكره الانتيجين بريزنتنج سيل. هلا اذا كان الاميونوجين صعب التحليل لانه الماكروفاجز حتبتلعه، تمام، بس ابتلعته ما قدرت تهضمه، ما قدرت تفهم شو مكوناته، فما قدرت تفهم التي سيلز انه هذا عباره عن فورين اميونوجين او اميونوجين، بالتالي بصير عندنا مشكله انه ما حيصير اميونو ريسبونس. فكل ما كانت الديجريدابيلتي عاليه، يعني مدى انك نفهم شو المكون تبع الاميونوجين عن طريق الانتيجين بريزنتنج سيل، كل ما كانت الاميونوجينسيتي عاليه. بس اذا استعصى علينا او استعصى على الماكروفاجز انها تفهم شو مكون الاميونوجين، ما بصير عندنا اميونو ريسبونس، او بيكون مش زي ما احنا بدنا الاستجابه المناعيه تكون. Antigen presenting cell must first degrade the antigen through a process known as antigen processing. يعني احنا في عندنا انتيجين عم يسبح، بتيجي الانتيجين presenting cell بتبتلعه، بتعمله ماكروفاجز ماكرو فاجوسايتوسيس سوري وبتبتلعه، بعدين بتعمل ايه عمليه اسمها انتيجين بروسيسنج، يعني بتحطم الانتيجين وبتفهم شو اهم مكون، وبتروح بتحط على السيرفس تبعها انه اشارات كيميائيه او ريسبتورز، ببلش بيختلف شكله تبع على السطح تبعها عشان التي سيلز تفهم انه والله في انتيجين جديد داخل على الجسم وتعالي تصرفي. تمام، هاي الفكره. ليش رجعنا للاول؟ عارف راح خليني انزلكم لتحت. هلا الهابتن عباره عن مصطلح اللي هو اللو مولكيولر ويت سبستنس، مثل الانتيبايوتيك والدراجز حكينا عنهم، قلنا انه هدول هم المولكيولر ويت تبعهم يا حرام صغير، بس مع ذلك بيعملوا اشي اسمه الاميونوجينيسيتي. ليش؟ لانه هم صح انه هم نون اميونوجينيك لحالهم باي اتسلف، ولكن لما يصير لهم كابلد ويز ماتش لارجر مولكيول مثل البروتين، فبصير عندنا كونجوجيتد بروتين معاهم، وهذا بيعمل انديوس اميون ريسبونس. The molecular weight compound is referred to haptin, and high molecular weight compound to which the haptin is conjugated is referred as a carrier. البروتين اللي بيرتبط as a conjugated with haptin بنسميه carrier. هلا شو الاشياء الثانيه اللي بتاثر على الاميونوجينيسيتي؟ الجينيتك ميك اب او الجينوتايب.
الجينيتك ميك اب او جينوتايب زي ما حكينا لكم عن موضوع الميجر هيستوكومباتيبلتي كومبلكس انه بيختلف من انسان لانسان. يعني انا الميجر هيستوكومباتيبلتي كومبلكس بيختلف من اختي من ابي من اي احد تاني. فالجينيتك ميك اب لكل خليه بتختلف من كائن هاي او من انسان لانسان، سواء كان طبعا احنا عم نحكي عن انسان مع انسان او انسان مع حيوان، لو غيرنا السبيشيز حتى. Genetic makeup of the immunized individual plays an important role in determining whether a given substance will stimulate an immune response. مش قبل شوي قلنا لكم انه احنا سحبنا سيرم من الارنب ورجعنا رجعنا على نفس الارنب فما صار عندنا immune response، صح؟ ليه؟ لانه الجينيتك ميك اب للماده اللي اخذناها منه نفسها لما رجعناها لنفس الكائن، بينما نفس الارنب سحبنا منه السيرم وحطيناه بارنب ثاني، تخيلوا نفس السبيشيز نفس النوع ارنب بس كان ارنب غير الارنب الاولاني اللي اخذنا منه السيرم، رح يصير عنده اميون ريسبونس. تمام؟ فهي فكره الجينيتك ميك اب. جينيتك كنترول اوف اميون ريسبونسيفنس از لارجلي كنترولد باي جين مابينج وذين ام اتش سي. حكينا ليه هيك عم يرجع؟ مش عارف، لحظة بس خليني انزل لكم. اوكي، الاشي اللي كمان further requirement اللي هو ال absence of particular clone of lymphocyte. هلا في سبحان الله عنا reservoir او زي مخزان في لكل انتيجين بيدخل على جسمنا في lymphocyte ضده. Consisting of cell pairing the identical antigen specific receptors needed to respond to the antigen. Then an immune response to that antigen will not take place. إذا دخل أنتيجين ما إله بصمة أو ما قدرت الليمفوسايد إنها تكون له مادة ضده فما هيعمل immune response. هاي الفكرة. Dosage and the route of administration of antigen. الدوزاج يعني قد ايه الكمية اللي بتفوت على جسمنا. في بعض أنواع التوكسينز لازم توصل لمرحلة معينة أو لكمية معينة داخل جسم الإنسان لتعمل inducing of immune response. وكمان الإشي الثاني اللي بهمنا الـ route of administration، من وين دخل الأنتيجين؟ دخل عن طريق البلد، دخل عن طريق الجهاز التنفسي، دخل عن طريق الجهاز الهضمي، بيختلف. The number of doses administered, repeated administration، ممكن إعادة أخذ المادة نفسها، يعني إنه يتعرض لها نفس الأنتيجين أكثر من مرة ويكون هذا الأنتيجين متراكم. بعد أول شيء لما بيكون بكمية قليلة ممكن ما يعمل immune response، بس إعادة التعرض لنفس الأنتيجين يعني تراكم الأنتيجين بكميات أكبر في الجسم، بعدها قرر أو الجسم صار فيه immune response. The route of administration can affect the outcomes of immune response because this determines which organ and cell population will be involved. يعني هذا بيقولنا وين ما دخل الانتيجين من اي جهة هو اللي بيحدد شو نوع الاميون ريسبونس وكيف حيكون الاميون ريسبونس حسب طبعا كمان اهمية الاورجن. يعني زي الاورجن مثل الليفر واهمية الليفر، اكيد لما يفوت عليه اي اشي على طول رح يكون الاميون ريسبونس تبعته عالية. Intravenously administrated antigen are carried first to the spleen. لما احنا ندخل انتيجين او انتيجين يفوت على جسمنا ويخترق جسمنا عن طريق الدم، تركزوا معي، intravenously يعني عن طريق البلد، وين بيروح بداية؟ على السبلين، على الطحال. بس لما يكون على subcutaneous administrated يعني بيكون شو؟ مش بالبلد، بالانسجة وبالليمف فيزلز، بيروح على طول على اللوكال ليمف نود. فلازم تنتبهوا لهي انه اذا كان الانتيجين بالدم بيروح على السبلين، اذا كان بالسبكوتينيوس تشو بيكون بالليمف نود. Primary and secondary immune response. The first exposure of individual to an immunogen بنسميها priming immunization. اول ما الجسم يفوت عليه هذا الانتيجين لاول مره، زي اول ضيف بيجي عليك او اول مره بحياتك بتشوف هالانسان تستغرب او بيكون عندك ردة فعل معينة. هاي ردة الفعل بالنسبة لجسم الانسان اسمها primary او priming immunization. الايفنت اللي بتصير لما يصير عندنا برايمينج اميونايزيشن، كيف انت بتستقبل او بتشوف استاذ اول مره، فبكون عندك رده فعل عنه انه مثلا شاطر، بفهم، مبسوط منه. بعدين مع الوقت لما ترجع تتعرف عليه وتتاكد من شخصيته وهيك بتغير رده فعلك في بعض المراحل. نفس الشيء جسم الانسان، اول مره بفوت عندك انتيجين على جسمك فحيكون عندنا استغراب. شو حيصير عندنا؟ سيلز بروسس انتيجين اللي هم الانتيجين بريزنتنج سيل بيهضموا الانتيجين وبيفهموا شو هو عن طريق السيل بروسيسنج انتيجين او انتيجين بروسيسنج تريجرينج انتيجين سبيسيفيك لينفوسايت تو برولايفريت اند ديفرنشيت.
هذا الانتيجين بعد ما الانتيجين بريزنتنج سيل فهمته بتحفز الليمفوسايت انها تنتج له مواد جديده وحتى تنقسم لخلايا تي ليمفوسايت اللي بنسميها تي توكسيك سيل، وحناخذهم كلهم ان شاء الله، وعشان تنتج مواد ضد هذا الانتيجين. تي ليمفوسايت انتراكت وذ بي ليمفوسايت سينثسايز اند سيكريت انتي بودي، كمان سينثسايز انها تنتج البي ليمفوسايت، البي ليمفوسايت تنتج الانتي بودي بالتعاون مع التي ليمفوسايت. مش التي ليمفوسايت اللي بتنتج الانتي بودي البي، بس التي بتساعدها او بتفهمها انه يلا انتجي انتي بودي. The first measurable immune response called primary immune response. اول كمية من المناعة ممكن نقيسها من الاستجابة المناعية بنسميها primary immune response، لانها اول ما فات الانتيجين لساته جديد الجسم حيعمل primary immune response. السكندري هذا بيكون زي كيف انت اول مره شفت الشخص واستغربت او صار عندك ردة فعل مستغرب منه، ثاني مره حتكون اقل ردة الفعل، بتكون استغراب اقل، الفهم اكثر. نفس الشيء الجهاز المناعه لما يرجع هالانتيجين الوقح يفوت مره ثانيه او الاميونوجين يفوت مره ثانيه، بيكون الجسم مجهز كل شيء. يعني زي كانه انت ليه فايت ما انا بعرفك اصلا، صح؟ فببلش عندنا كل شيء بيكون احدث متطور اكثر، بيصير عندنا الكويكر اونست دغري بيشتغل الاميون ريسبونس، بينما بالبرايمري بدك من 3 ل 10 ايام بتوصل ل 10 ايام. هاير ماجنتيود بكميه اعلى، يعني بدل ما نحتاج اسبوع لنقضي على الاميونوجين واثاره، بيومين 3 ايام بنكون خلصنا من قصته. فهذا الحكي او التطور اللي عم بيصير ليش؟ لان نفس الانتيجين او نفس الاميونوجين حفز جهاز المناعة. فأول مرة كانت صعبة، دايما بقولوا لك لما تتعلم أي شيء أول مرة أصعب شيء بعدين بتتعلم. نفس الشيء جهاز المناعة، أول مرة كان صعب عليه، ثاني مرة كان فاهم الموضوع، عارف القصة من الألف للياء. Due to the presence of B and T lymphocyte memory cell، لأنه سبحان الله جسمنا بيعطينا شيء أو خاصية كثير حلوة اللي هي البي و تي ليمفوسايت ميموري سيل، زي خلايا ذاكرة. أول ما يفوت هالإميونوجين اللي أغلبها قبل المرة الأولى بتقول له انا متذكرتك مش نسيتك، وبتبلش تنتج له نفس يعني المواد اللي قدرت تهزمه في اول مره بكميه اكثر وبسرعه اعلى. في عندنا هون صوره، هاي نفس الحكي، اول ما فات الانتيجين عندنا او الاميونوجين صار عندنا ستيميوليشن او شي ليتنت بيريود. عشان شو بصير بالليتنت بيريود؟ ببلش الاميونوجين يكتر، زي انه عدد الخلايا لو بكتيريا مثلا بكتيريا الانفكشن بتبلش البكتيريا الانفكشن سوري البكتيريا الجروس يزيد. وهيك مين بزيد عنا؟ الاي جي ام والاي جي جي، بس شوفوا كيف عم بزيدوا بكمية قليلة، وشوفوا بدهم 10 ايام لا يبلشوا يطلعوا، تخيلوا. يعني هاي الليتنت بيريود بتكون انت مرضت وتعبت وغبت عن الدوام ولسه جهاز المناعة مش قادر ينتج مواد تهزم الاميونوجينيك اللي داخلها. هلا انتج مواد وهزمها وطبت والحمد لله، رجع هذا الاميونوجين اللعين او الوقح دخل مرة اخرى، شو بدك تعمل انت؟ جهاز المناعة بيحكي ما انا اصلا بعرفك يعني، فبينتج الاي جي ام بكمية وبسرعة سريعة. يا هون قد ايه اخذ الاي جي ام وقت لانتج؟ 10 ايام، هون بثلاث ايام بكون انتج كمية من الاي جي ام، وانتج اي جي جي بكمية كتير كبيرة، شوفوا الكمية مكبرها بهذا الشكل. هلا حتسألوا طب ليش الجهاز المناعي بينتج اي جي ام بكمية اقل من الاي جي جي؟ لانه الاي جي ام بنتمر خماسي، يعني بدل ما الاي جي جي بيكون ثنائي بيشتغل على ايدين، لك بيشتغلوا بخمس ايدين، مين اسرع؟ الاي جي ام. وطبعا الاسباب تانية حنحكي لكم اياها بس نوصل للاميونوجلوبولين بروتين. فهمتوا كيف؟ هاي الفكره. سوري الاي جي جي بس احادي مش ثنائي، احادي احادي، بينما الاي جي ام خماسي بنتمر، هذا احادي. طيب الابيتوبس هم عبارة عن الانتيجينيك ديترمينانت. عشان اشرح لكم الابيتوبس خلينا نشوف الصورة. هاي الانتيجين، بالانتيجين ما بهمنا او الخلية المناعية ما بهمها الا انها تشوف هذا الجزء، هذا الجزء بنسميه الابيتوب، هو محدد مولد الضد، يعني وين المنطقة اللي حترتبط مع الانتيبادي او الريسبتور تبع اي خلية بنسميه الابيتوب. هذا بالنسبة للانتيجين. طب بالنسبة للانتيبادي الجزء اللي بيتوافق مع الابيتوب بنسميه باراتوب. باراتوب وابيتوب يعني زي الافل والمفتاح، هاي الافل وهي المفتاح بيرتبطوا مع بعض بيصير الانتراكشن، تمام؟ فthe smallest unit of antigen that is capable of binding with the antibody called antigen determinant or epitopes. الانتيجينيك ديترمينانت محددات مولدات الضد
أو الإبيتوب هو الجزء الصغنطوط هذا اللي قادر إنه يرتبط مع الجزء من الأنتيبادي. طب شو الجزء اللي من الأنتيبادي القادر يرتبط مع الإبيتوب؟ بنسميه باراتوب. The size of an epitope that combine with the antigen binding site of antibody is approximately equivalent to 5 to 7 amino acid. يعني السايز تبع الابيتوب اللي بيقدر يرتبط مع الانتيجين ما يكون حجمه، لانه بروتين والبروتين امينو اسيد، بيكون حجمه من 5 ل 7 امينو اسيدات. بينما السايز اوف ابيتوب اللي بده يرتبط مع سبيسيفيك تي سيلز ريسبتور شو بيكون حجمه؟ 8 ل 15 امينو اسيد، بيكون اكثر، حجمه اكبر، يعني هاي بتكون 8 ل 15. زي ما انتم شايفين هاي خليه بكتيريه، شوفوا قد ايه كميه الابيتوبس عليها. وطبعا الانتي بودي بيكون لهم نفس، يعني هذا المثلث بيرتبط مع المثلث، الدائره بترتبط مع الدائره، زي هيك. Antigen recognition by B and T cells. ال B cells طبعا شو بتقدر تميز بال IG تبعها؟ طبعا ال B cells بتقدر يكون عندها شغلتين، يا اما تنتج antibody immunoglobulin وتحطه بالدم يكون free، او ممكن bound to its membrane يكون مرتبط على الممبرين تبعها زي ال IgM. نوعه IgM bound، bound هذا نوعه IgM. هذا البي ريسبتورز عشو، يعني كيف ممكن ترتبط، او شو المادة اللي بتقدر ترتبط بين الريسبتور تبع البي سيلز وبين الاميونوجين او الانتيجين؟ اذا كان الانتيجين مكونه الكيميائي بروتين ولا بوليسكرايد ولا ليبيد، تقدر الريسبتور تبع البي سيلز يرتبط معهم، او اذا كان سولابل انتيجين او سيكوينشال ان نون سيكوينشال. هاي حفهمكم اياها بالصورة. التي سيلز بتقدر تميز شغلتين، بس بتقدر سوري تميز شغله واحده اللي هي البيبتايد، عن طريق السيل تي سيل ريسبتور بايند انتيجين مع الام اتش سي. كانت ريكوجنايز سولابل انتيجين عكس البي سيلز، ولينير بيبتايد برودوس باي انتيجين بروسيسنج. الانتيجين بروسيسنج بصير بالماكروفيجز او الانتيجين بريزنتنج سيل، وبعدها اذا كانت بيبتايد تقدر التي سيلز انها تتحفز. هلا السيكونشال ونون سيكونشال، زي ما انتم شايفين انه هاي المنطقه اذا كانت من 146 ل 151 هاي سيكونشال متسلسله، ما في شيء قطعها، بنسميها سيكونشال، وبتكون محفز لبي سيلز انها يصير لها ريسبونس. النون سيكونشال انه بس هاي القطعه الصغيره زي قطعه 64 او القطعه 80 هي اللي حفزت الجهاز او الانتي بودي انه يرتبط معها، فبتكون نون سيكوينشال انه بوينت معينه بس. هلا هاي بتفرجينا انه عندك هي ايبيتوب 1 ايبيتوب زي الهابتن اللي هو قلنا عنه المولكيولر ويت تبعته قليله. لما يكون عندنا ماني ايبيتوبس على السيم انتيجين، سوري ايوه سوري ماني ايبيتوبس على نفس الكائن او الاورجانيزم زي الماني بوليسكرايد او هومي بوليمرز. لما يكون عندنا اكثر من شكل، يعني هون الايبيتوبس كلهم شبه بعضها مثلثات، بينما هون many kind of epitopes او different specificities، فكل epitope الها باراتوب بخصها. هون كل الباراتوب نفسهم حتكونوا صح، بينما هون هاد باراتوب معين، هاد باراتوب، هاد باراتوب، زي طبعا زي البروتين بيكون عليها more than one epitope. هاي زي ما انتم شايفين هاي الانتيجين عنده 4 epitope وبده 4 باراتوب، كل باراتوب بخص انتيبادي معين، فشوفوا قد ايه السبيسيفيسيتي عنده عندنا في جسم الانسان بالنسبه للمناعه. وهي نفس اللي حكيناها بارت اوف انتيجين ويتش ريكوجنايز باي ان ديفاين اميونوجلوبولين. وشفنا كيف انه التي سيلز بترتبط مع الام اتش سي لانها بس بتميز البيبتايد، بينما البي سيل ريسبتورز الريسبتورز بيقدر يرتبط اما مع بوليسكرايد او بروتين او ايش كمان قلنا، هاي هم موجودين فوق البوليسكرايد والبروتين والليبيد حتى، بينما هديك بس البيبتايد. اوكي ميجر كلاسيس اوف انتيجين. هلا ممكن الانتيجين يكون كربوهيدرات، الكربوهيدرات او البوليسكرايد مين بيرتبط معه؟ بس البي سيل ريسبتور، اما التي سيلز ما بتقدر ترتبط معه. نوت اميونوجينيك، البوليسكرايد نوت اميونوجينيك which form part of more complex molecule such as cell surface glycoprotein. لما يرتبط مع بروتين بصير اسمه البروتين السكري او الجلايكوبروتين، بصير اميونوجينيك لانه قلنا البروتين كارير مع البوليسكرايد ارتبطوا مع بعض صار عندنا اميونوجينيك. ان اميون ريسبونس شبه مين هذا الحكي؟ نفس فكره الاي بي او بلاد جروب، بكون بوليسكرايد اون سيرفيس اوف ريد بلاد سيل، بناخذها في بنك الدم.
النوع الثاني من الاميونوجينيك اللي هو الليبيد، ولكن هو rarely immunogenic if the lipids are conjugated to protein. كمان نفس الحكي، اذا ارتبط على بروتين كارير بصير اميونوجينيك وبنسميه جلايكوليبيد. النيوكليك اسيد ار بور اميونوجينيك باي ذيم سيلفز، لحالهم بيكم اميونوجينيك وين ذي ار كونجيجيتد تو ذا بروتين كارير، لما يرتبطوا مع البروتين كمان بصيروا اميونوجينيك. However, immune response to nucleic acid have been reported in clinical medicine. مثل عنا في بعض الأمراض زي الأنتي دي ان اي انتيبوديز اللي بتكون في حالة الإصابة أو الناس المصابين بالسيستميك ليوبس إريثروميتوس أو اللي هي الحمى الذؤابية، وهو مرض أميونو أو أوتو أميون ديزيز، والخلايا بتصير المناعية تهاجم دي ان اي تبع الخلايا في كامل الجسم، فبالتالي جسم الإنسان بينهار وبيموت. ف بس بهاي الحالة بيكون أصلا عندنا disorder، في mutation أو في مشكلة في الخلايا المناعية اللي خلت هذا الحكي يصير إنها تهاجم الـ DNA تبع الخلايا الطبيعية. هلا أكثر نوع immunogenic من أنواع الأنتيجين إذا كان الأنتيجين مكون من بروتين، ولحسن حظنا إنه أغلب الأنتيجينات الممرضة شو مكونها بروتينية عشان يقدر الجسم إنه يعمل response لإلها ويقضي عليها. The most common immune response are those to protein. بروتين ار مالتي ديتيرمينانت انتيجين، زي ما قلنا بيكون عليها اكثر من نوع من الاوبيتوب، زي ما شفتوا مثلث ومربع ومستطيل وابصر شو يعني، وعلى نفس الانتيجين يعني هذا الانتيجين موجود عليه مور ذان 1 ايبيتوب، وكل واحد له شكل يعني كل واحد له باراتوب، هذا لانه بروتين فهو مور او هايلي اميونوجينيك او ذا موست اميونوجينيك بتوين ذا اذر تايب اوف ماكرو مولكيولز. هاي الاوبيتوبس بالنسبه للبروتين، هاي جلوبولار بروتين. Binding of antigen with antigen specific antibody or T cells. T cells قلنا بشو بترتبط؟ بترتبط مع البيبتايد. شوفوا شو الطاقة أو الفورسز اللي بتربط بيناتهم. Electrostatic interaction, hydrophobic interaction, hydrogen طبعا hydrophobic لأنه الليبيد hydrophobic. Hydrogen bond و van der Waals forces. بس non-covalent bond. كل non-covalent bond بيقدروا يرتبطوا. بس الكوفالنت بوند نوت انفولف، يعني الكوفالنت بوند ما لها علاقه في موضوع الانتر اكشن بتوين انتيجين اوف تي سيلز او الريسبتورز اوف تي سيلز مع الانتيجين. تايبس اوف انتيجين، ممكن اوتو انتيجين فاوند وذن ذا سيم انديفيدوال، زي ما قلنا لما السيرم سحبناه من نفس الارنب ورجعناه. ايزو انتيجين فاوند ان جينيتيكلي ايدنتيكال انديفيدوال، زي الايدنتيكال توينز او التوام المتشابه اللي موجودين من نفس البويضة المخصبة، يعني البويضة المخصبة بعد ما تخصبت وهي بس واحدة انقسمت مرة تانية لخليتين او بويضتين مخصبتين، وكل بويضة مخصبة صارت تنقسم لحالها لجنين، كونت جنين، هذا بنسميه identical twins. الالو انتيجين found in genetically dissimilar membrane of the same species، زي ما قلنا نجيب سيرم من ارنب ونحقنه بارنب تاني، هذا اسمه الو انتيجين، نفس السبيشيز بس اختلاف الشخص او اختلاف الاورجانيزم. الزينو او الزينو انتيجين found in different species مثل الانيمال والهيومان، زي لما يحقنوا بعض انواع الانتيبادي في الهورسز من الهيومان للهورسز عشان يكثروا او يعملوا immune response ويرجعوا ياخذوا الانتيبادي او ياخذوا الاشي الاميون ريسبونس اللي تكونت من الهورسز. في ضل عندنا اخر اشي، اخر مصطلح اسمه الكروس رياكتيفيتي. الكروس رياكتيفيتي هو انه احنا عندنا توكسن مثلا، هو بيشتغلوا فيها على التوكسن، هذا التوكسن اذا بدنا ندخله على جسم الانسان في حاله المطاعيم هيك لحاله من دون ما نشيل السميه تبعته او الخطوره تبعته ممكن نقتل البني ادم، بس احنا بدنا نفيد البني ادم، فشو بنعمل؟ بنجيب هذا التوكسن، هو مش هو بروتين وعليه مور ذان 1 تايب اوف ايبيتوب، بنعدل على الايبيتوبس الموجوده عليهم، بنشيل كم واحد او بنغير على واحد فيهم، فالتوكسن التوكسيسيتي تبعته بتقل او بتنزل، بنشيل التوكسيسيتي تبعت التوكسن بس بنخلي التركيبه تبعت التوكسن، تمام؟ لما ندخله على جسم الانسان الجسم ما حيتسمم او ما حينصاب ويموت بسبب هذا الحكي، بس بنفس الوقت رح يعمل اشي اسمه immune response لهذا التوكسن اللي فوتناه، فما بنسميه توكسن بنسميه توكسويد، modified توكسن او التوكسن اللي احنا عدلنا عليه بنسميه توكسويد. هذا التوكسويد عمل immune response. هلا اذا لا سمح الله صار عندنا اشي اصابه ودخل التوكسن كامل على الجهاز او على جسم الانسان، الجهاز المناعي رح يتذكر انه انا عندي ميموري سيل
كانت تفهم شو الخاصية أو شو التركيب الكيميائي تبع التوكسويد. والتوكسويد والتوكسوين كتير شبه بعض، يعني ما في اختلاف، اختلاف كتير بسيط بالإبيتوب. فبيعمل اميون ريسبونز عالي اللي هو بنسميه سكندري اميون ريسبونز للتوكسين، مع انه التوكسين اول مره بيفوت بشكله الكامل بحلته الكامله، تمام؟ بس لانه اوريدي احنا جسم الانسان متعرض للتوكسويد اللي بيشبه التوكسين، فقدرنا انه نقاوم هذا التوكسين، بالتالي بنقدر نخفف من حده الاصابه بالامراض، وهي طبعا اليه عمل المطاعيم، تمام؟ Therefore, we can immunize individual with the toxoid, and this will induce immune response to the sum of the epitopes that toxoid still shares with the native toxins. مش عارف إذا في صورة، لا ما في صورة. بس خلينا أفرجيكم إياها الصورة هاي على التوكسويد والتوكسين والتوكسين. عندنا هذا خلينا نحكي عنه إنه توكسين، تمام؟ هذا التوكسين إذا دخل ممكن يسبب لنا مشاكل كبيرة. شو بيروحوا العلماء بيشيلوا الإبيتوب هذا اللي هو سبب إنه السم بيعمل هاي الخاصية أو بيعمل إيميون ريسبونس عالي وممكن يقتل الإنسان، فبضل عندنا هذا الإبيتوب وهذا الإبيتوب وهذا الإبيتوب، هيك صار اسمه إيش؟ صار اسمه توكسويد. هذا التوكسويد اللي بنشاله منه المثلث بندخله على جسم الإنسان وبيعمل إيميون ريسبونس وبيصير عندنا بي سيلز وتي سيلز ميموري سيلز. بس فات التوكسين الحقيقي علينا اللي هو معاه المثلث، احنا اوريدي عارفين ثلاث ارباعك صح او اكثر الجزء الكبير منه، فعشان هيك جسم الانسان بيرجع بيعمل استجابه مناعيه وبتكون نوعها سكندري، يعني احسن واقوى، الماجنتيود اعلى واسرع، عشان اوريدي كان عندنا توكسويد وعملنا اميون ريسبونس لها، تمام؟ هاي فكره التوكسويد والكروس رياكشن. خلصنا هاي. An immunologic reaction in which the immune component, either cells or antibody, react with two molecules that share epitopes. زي ما قلنا بيكون في عنا epitopes بيكونوا مشتركة بين التوكسويد والتوكسين، لهيك جسم الإنسان بيعمل نفس ردة الاستجابة المناعية اللي عملها في أول مرة دخل التوكسويد في الجسم. This concept can be used in relation into immunization against highly pathogenic microorganisms. Or toxic compound اللي حكيناها انه ممكن نعمل هذا الحكي في حالة المطاعيم، انه ندخل التوكسين بس بشكل معدل انه ما يأثر على الجسم بطريقة خطأ او ممكن انه يقضي عليه، ولما يرجع لا سمح الله يفوت في اي حالة من الاحوال يكون الجسم اوريدي عارف بهذا التوكسين وقادر انه يهاجمه عن طريق البي والتي ميموري سيل. هيك بنكون خلصنا هذا الشابتر، ان شاء الله تكونوا استفدتوا، يعطيكم الف عافية.